بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انظروا ماذا يفعل الخنفسة. نور داخل الخلية. رئات العسل تنبعث من الخلية ما شاء الله. هذا طرد. انظر. انظر ماذا فعل. هذا كما تشاهدون هذا كله من عمل الخنفساء، فهي تحفر الإطارات. هنا هذا الإطار تأكل العسل. انظر ماذا فعله. النحل لا يمكنه السعي. انظر ما شاء الله، عسل وحضانة مغلقة. حزانة مغلقة، عسل، حزانة مغلقة. نحن اليوم 27 جوان 2020 كما تلاحظون، حضانة مغلقة. ما شاء الله، هذا عسل لكن ليس مختوم. حضانة مغلقة. هنا الملكة أخواني الكرام. انظروا معي. هذه هي الملكة. عندما رفعت الإطار قام النحل بالهجوم مما يؤدي إلى وجود الملكة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.